السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم معاكم عن موعظة أو تذكرة أو حكمة تعلمتها من فلاح مصري لم يتخرج من جامعات ولم يحصل على الدكتوراه أو الماجستير ولم يعيش في أوروبا على الإطلاق، ولكنه كان فلاح يعمل في الزراعة ويعمل في تجارة المحاصيل الزراعية. هذا الرجل يعني عاش التاريخ في مصر وخارج مصر، وكان عنده شلل نصفي في اعتقد جزء الايمن، وجاء معنا وجلس، وكان رجل خلق عالي وتجربة كبيرة جدا في الامور الدعوية والامور الانسانية. وكنت انا بستمع ليه، اعتقد الكلام ده في منتصف الثمانينيات، ما كانش ضيف للإغاثة الإسلامية ولكنه كان ضيف لأحد المراكز الإسلامية اللي في برمنغهام. وأثناء تناول طعام العشاء بدأ يتناول الطعام بيده اليسرى، بيده اليسرى. وطبعا أحد الشباب اللي بيعتقد أنهم يعني علماء أو فقهاء، وأنا طبعا أعتقد أن هذا الشاب من الجهلاء يعني السطحيين، ف يعني صح يعني وجه له اللوم والعتاب. يا مولانا، قال له كيف لا تقيم او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاكل بيدك اليمنى؟ قال له حاضر يا ابني، وبدأ يمسك المعلقة أو الملعقة بايده اليمنى او اللقمة في اليد اليمنى، كلما وضع فيها قليل من الرز او الشوربة او الخضار تقع على الارض لانها كانت مشلولة يعني. فطبعا الشاب اعتذر له اعتذار كبير جدا جدا، لكن الراجل اصر انه يقيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وياكل كل اكله بايده اليمنى المشلولة. هنا بقى نقول لهذا الشاب وغيره، يعني رجل في السبعين من عمره وجاي بيكلمنا في الاسلام وجاي عنده رونق ويعني كل حاجات كويسه فيه وكل كلام ممتاز فيه، يعني مش هيعرف ان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه ياكل بايد اليمنى ولا بايد اليسرى؟ يعني ايه الغباء بتاع الشباب ده؟ الشباب اللي هو غير واعي وغير ناصح، وبيدعي ان الدين هو مجموعه من الطقوس وطول اللحيه وحدثين هم عملهم. هذا الرجل رحمه الله عليه ما زلت اتذكر كلمه قالها لنا، ودي ما زالت يعني عندي حلقه في ودني الى الان منذ اكثر من 40 سنة. قال لي يا اولادنا، لما تطلعوا على المنصه وتكونوا تحت الاضواء، اعرفوا او اعلموا ان الناس تسمعكم ليس باذانها ولكن بعونها، يشوفوا انتوا لابسين ايه، بتتصرفوا ازاي، كذا وكذا. لان كتير جدا من الدعاء اللي هما بيطلعوا في التلفزيونات او اللي هو الفيسبوك او حاجه زي كده، هو امام الكاميرا ملائكه، ورا الكاميرا الله اعلم، الله اعلم اللهم. فتعلمت من هذا الرجل رحمه الله عليه اللي كان اسمه الشيخ مبروك، وهو كان رجل مبارك يعني، هذه الكلمه التي ما زلت ارددها للشباب فيما بعد. وتعلمت منه اصراره على اقامه السنه ولو كانت بايده المشلوله. جزاه الله خير ورحمه الله عليه، ونعتذر للشباب اللي هو فيه جزء من الحماقه وعدم الوعي انهم لا يقدروا قيمه هؤلاء الرجال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.